Welcome to Susan's channel, a channel about cooking, baking, outgoings, and reviews. If you guys enjoy this content, please give it a thumbs up, subscribe, and share the videos with your friends and family. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. حبيت ادردش معاكم النهارده شويه على التليفونات. يا هنا الباب بيخبط، مين اللي بيخبط علينا؟ محدش اصلا بيجي لنا. ماي جاد، انا مش قادره اصدق الباب بيخبط ده. انا شفت ايه؟ اهو هاخد معايا التليفون واوريكم ايه اللي على الباب. اوه ماي جاد، ورد ما شاء الله جميل، انا بحب الورد قوي. مين اللي بعتهولي يا ترى؟ ورد جميل، ريحته جميلة روعة. هاجر من يومين كانت بتقولي دي في حاجة هتجيلك في البوستة. هو ده يا هاجر الورد ده اللي انت قلت عليه؟ يعني جايبهولكش من ايد الام. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة لولو. دي واحدة مني وواحدة من ليلى، والتالتة من محمد. لا، التالتة مني انا ومحمد، قصدي انا وليلى، احنا سوا مشتركين في الاتنين. هاتي بقى بوسة. ايه هو ده؟ هاتي بوسة عشان اقول لك كل سنة وانت طيبة. طيب، كل سنة وانت طيبة. عجبتك؟ جميلة، تعيشي وتجيبه. عايزة تشميلها يا؟ لا، متضايقة دلوقتي معلش. ليلى الحالة جت لها. تعالي يا نسمة شوف الوردة والهدية اللي جت لنا. شكرا. هدية جميلة، صح يا نسمة؟ شكرا. نفسي اجيبها الريحة جاية تشم. يا تعالي. تعالي يا ليلى، مالك؟ قولي هاي. ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. قولي لهم أول عيد ليا، عيد أم ليا، أول عيد أم ليا في أمريكا. السنة اللي فاتت كنت لسه صغنونة أوي. أوف يلا. شاطرة. خلاص أوكي. قولي لهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وأمهات العالم كلها بخير وبصحة وسلامة، وربنا يا رب يديهم العافية والصحة. وربنا يخلي لي امي ويشفيها ويديها الصحه يا رب. وكل سنه وانت طيبه يا ماما. نفسي اخدك في حضني واقول لك كل سنه وانت طيبه، لكن للاسف بقى ان شاء الله ربنا يكتبها لنا ونتلاقى عن قريب. جاي تشم الريحه ولا جاي تشوف الهديه؟ والله ماما، والله أوه، والله امي وحشاني قوي 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 قوي، ونفسي اشوفها، ونفسي اترمي في حضنها وابوس ايديها وابوس رجليها. يا رب ربنا يكتبها لي يا رب واشوفها. وكل سنه وانتم طيبين جميعا وامهات العالم كلها. هو هنا في امريكا عيد الام مش في مارس، في ماي، ما اعرفش اشمعنى في شهر مايو. تاني اسبوع في شهر مايو، على حسب بقى بيجي يوم 8 يوم 9 يوم 15، على حسب ما يجي بيكون يوم حد. ربنا يا رب يرحم الامهات المتوفيه، وان شاء الله يكونوا من اهل الجنه على تعبهم وشقاهم، وربنا يشفي الامهات الموجوده، وربنا يخليهم يا رب ويديهم الصحه والعافيه. على فكرة أنا من الناس اللي ما بحبش أحتفل بعيد الأم، ولا في مايو ولا في مارس، علشان خاطر عيد الأم مش يوم في السنة. الأم تعبانة طول، تعبانة وشقيانة من ساعة هي ما بتتولد لحد ما ربنا بيفتكرها وبتتوفى، وهي تعبانة، بتبقى تعبانة مع أخواتها ومع أهلها، وبعد كده لما بتتجوز في بيت جوزها ومع أولادها. فالامهات دي المفروض نحتفل بيهم ونبوس ايديهم ورجليهم كل يوم، مش يوم 21 مارس ولا يوم 15 مايو. علشان كده انا ما بحبش، مش ما بحبش عيد الام،
ما بفضلوش. وفي يعني امهات كتيره متوفيه، فاليوم دوت بيبقى يوم نكد على اللي امهاتهم متوفيه وبيبقوا حزنانين. انا طبعا ببقى زعلانه، وعلشان انا مش معايا والدتي ربنا يديها الصحه والعافيه. لا انا بتكلم على اللي هما بيبقوا امهاتهم متوفت، فبيبقى يوم مش كويس. وطول اليوم وقبليها باسبوع فايزه احمد بتغني اغنيه ست الحباب يا حبيبه، فكل ده بيأثر على الناس. بس عادات بقى والناس خدتها وبيقوم يعملوها. هو احسن حاجه اللي احنا نحتفل بيها كل يوم في السنه، نقول لها كلمه حلوه. مش شرط نجيب لها ورد، نجيب لها ازازه ريحه، نجيب لها جلابيه، نجيب لها عبايه، كوبايه، مج، حاجات زي كده نحتفل بيها بكلمه. لو كلمه حلوه بتفرح الواحد على تعب اليوم كله. مثلا عملت اكل نشكرها، نقول لها اكلك النهارده يا ماما كان حلو، كتر خيرك، تعيشي وتعملي لنا كلام زي ده بيفرح. لكن يعني بيفرح اكتر من الورد واكتر من الهديه. هي الام طبعا بتبقى تعبانه وشقيانه، مش محتاجه الورد ولا محتاجه الحنان والكلمه الطيبه احسن من 100 هديه. زي صدق الرسول الله لما قال الكلمه الطيبه صدقه. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب يكون ايامكم كلها اعياد وسعاده وفرح وهنا، وربنا يصلح الحال لينا جميعا يا رب. وربنا يصلح حالنا وحال اولادنا وحال الامه كلها. مش هحدد الامه مين، الامه كلها ربنا يصلح حال البلاد والعباد. ومش عايزه اطول عليكم، ويكون في فيديو خفيف، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يخلي امهاتكم كلها، وربنا يا رب يديهم العافيه والصحه ويطول في عمرهم، وربنا يرحم المتوفيين. ومن ضمنهم مرات عمي الله يرحمها. انا كنت ناوي اعمل لكم ريفيو عن التليفون، عشان تليفوني سامسونج اللي كان معايا كان باستمرار يعني كان مجنني وكان بيسخن، فجبت واحد جديد من اسبوع. فكنت ناوي اعمل لكم ريفيو ما بين ده وده. اللي انا جبت ال جي، والتاني كان سامسونج. فكنت اعمل ريفيو ما بين ده وده، بس لما الباب خبط خلاني نسيت اللي انا كنت هعمله من الفرحه ومن الورد الجميل دوت ما شاء الله، فنسيت. ان شاء الله اعمل لكم بقى، هبعمله انا وهاجر ان شاء الله علشان اصور واوريه لكم. بس للاسف سامسونج خلاص مات، ما بقاش مش هينفع اصوره، ما فيهوش يعني حاجه اوريها لكم. هقول لكم بس على العيب اللي كان بيحصل له. طيب كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب يجعل ايامكم كلها سعاده وهنا واعياد. وباستمرار كلموا والدتكم في التليفون واسالوا عليها وكلموها كلمه حلوه، مش شرط يوم عيد الام، في اي يوم. والله يعني انا سمعت كلمه مره من بنت عمي، عشان والدتها متوفيه الله يرحمها، والدتها الله يرحمها متوفيه، فكانت بتقول ما حدش بيحس بالامه اللي بعد ما بتروح منه. ففعلا كلامها صح، انا والدتي مش متوفيه بس بعيد عني، فانا حاسه بحس بالاحساس دوت، مش فايد الام بس بحس بيه كل يوم. انا اسفه ان انا اعيط، واقول لكم مع الف سلامه.